شركة قرب جوكتا بنتلان سو عندونا مدى صدح مالين ايا ما انتا كفر مي مقالة قروي شركة نوحا كاسو قيب قلي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله داني قلياش الدولة دا ايا قرب جوك وقهرين تي شركة فرتان كيسا وحا كهال لي قدوميها قرب جوكتا بنتلان فهد او عثمان وحونا كهال لي مهيمة دا اي شركة نوقابتين ارن تاني وارن اي كومي دي سيهين قرب جوكتا سيفي سوسايتي وقدها جوكا دولة دا غان عصتا دا اي اقوية هنك انتا سيحل كاسان كغب حيا waxaa la socotaan qurbo joogta Soomaalida dibadda kuma qan dadka ugu badan waa dadka reer Puntland taariikhda markaad eegtid dib u eegtid qurbo joogti Soomaalida ugu horeey soo baxday waa dadka carabaha jira ama Cumaan han noqoto ama Yemen han noqoto majority-gooda waa reer Puntland xilligii siyaad barre dawladdiisii dadka baxay oo wadanka ka baxay dadka ugu badan waa reer Puntland xilligii 91 qaxa dadka ugu badan oo baxay waa reer Puntland dal kasto tagtid dadka ugu badan waa reer Puntland siyaasadda markaad eegtid لنا عمرك اكتد هرمرك كله أو حبر الشدة يعني ذات كليد كأهوى رير بونتلان لكن واحد إسلامي واحد مقن بولسي دولة ديت أو إيه بونتلان لا ده هاي أو أه دياسبر إنجيجمنت هذه سياسة ده اللي هل لها سياسة ده سوى هي هجي له حرير قرب جوكت يوحى هجي له ذات كان محايا اللي بريورو تسكا أي دولة دولة ده هي هدان أجان لهين قليها هي عندي بدي جي كاسان أسعين لهين قدومي حد دلاد ده أورادا بولشادة رايت كبونتلان أجازيما هي أدى علمي باريس كبونتلان يا دكتور هذا نو كسر عتق قرب تشوك تبنش لان أي يجون مناسبة دك هاد لي لو كنت يصدقتي أي يا هيد مركي عن كل غاغني إن بيد عرسي أي ترى هذا بالمرة عن سوك إنه أو شوينة أقوى قابلنا قرب تشوك تهير بنت لان شركة سيسيون بوكوها كذي لكن محاكرة شيء بيد أف أما بنتلاند ياسما فور أيا كان شيء وقيم كمل آه وقيم كمل آه أي حد بين رجوع قانين أي كم ديهن فارح بي حسن الله مستعان بي أن مسو كومي كرو حامد أي راح دين سيدا كوكا لتيجي بينه مرها دي شركة قبصون وواي إنا أساسا نو بي دي أف حرون تبي داسي أي كو أساستين أو د ما أنت أس بي دي أر سي أوكي اللي جاله أي قبل قابين رسالة ما أنت سبأو جدالين أنت هي أداة وكم قبل قابلتي الآن بنو بقادين يا مرواد مرسد حال قبل قابل الشركة وحنسي قارة جالي ذا أنت عن هل كان مقدر يا فرينا عرورت أي أوبت كان الجالي اللي بده كنول إن وضك هذا لكانه إن أي والد في أوغادان إلى أن تصل لحل أي تهي أو أي واجب كنت أن نحل سيان عروض صوتي أن تلقى تقص الحرام أو نغم كودي تلقى أي كينا برشاد الرئيس كمروبا دياب إلى الله تهي قيم مهمة بين أفكا تهي وأنا وضع شغالة إن هذه تذكر لي شنتي قف قف باتي راهي السن أما مو في السيرة هذا أما والدة لغنتي راه لا تذكر بحر وعدد وحصوص عليه ونذد عثمان قبيلين مركب برادين تعذار من هنا وكردين تبقى لها كارهان برودكت في سكتر كام بيرها أم حولها أم بيجا أم كلو ميسجا تذكر سو صاري هاسوين هيك بس طبعا ما مركب برادين تهلو دبل هذا قدام بنتي وزير كوزارة دارمها جودها بنتلان ومناسبة دكها الله يا وحى وكسو دويي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله دني ويسنا هالكاسة كلمة كتشي ديي وابقادين يا شركة وسير مهمة أفري لباتن سنو كبعد أساس كي بنتلان نن تلا أي سوي مدان هير بنتلان أدي ألبان سودوين يا وحنا تيني يانا ما ودع دمهم كاينو هوريا الله إنو تلوية كبحيو مركو كواد بربشور طبعا ليا هاي كسو دواد بنتلان ونبضة بس ما يصح وحرو مرسن ودوين يدكدو يا ربور حوار لسا يصح بنتلان وقيدي كتيرته وكده شيء لحياً حل دمان يلي فاق واحد لي إيراده وهالك هرقين يكبر بنت الآن ودور شداد برتمع وقترته ومركو قوه رسي كنتون يدور سنو صدح دقمو أي دور شكرد عضي وقلياشي ديغان كواي فرديان بنت الآن وشانتا بيشا كان ولي قدري ريس الديوان قلين كسو دوال وحان ديار من نحي إن انكفى إيس إنه وحقوت كينا إيو بنتلان وذا عبد الله هنا
الله نحرست دل جوب وهاي وقت أرد بخصوص بيني أنت يود حيس قرب جوب يقبل نيدو ما أردت ما أنت أنا إلا جوب مرك دتك كل جوب أرد باهي بدر مقاوة دتك قرب جوب كه معايا القف والبوح كم بقى مبرانية لا القف كي إلا جوب جري دلهم بدر مرو دوا وحلقيا وحيو يقاني إن يتح لكن أروح أنا بسنة هاي إن وح بدر إنه لما قيني دتك دي بدر جرا أقانتي خبرتي iyo dhaqaalihi inay xaq jiraan aan aamsan dhaqaaluhu dabcan toorisada sharxi doontay inuu lacag kaliya wato marka aqoonta ka muhiimsan mararka qaar kood lacagta cash lacagti waa iska helaya dhulka lacag waa taala lacag laan ma jirto laakiin cid waxay u baahan tahay qorsheyaashi dalka lagu horumarin lahaa qayb ka qaadato shirkan muhiimad gaar u noqday waxaan rajaynayaa inuu najixo oo guuleysto waxaan diyaar u nahay inaan gacan weyn aan ka geysano sidii aan u ballaarin lahayn shaqada ururka oo aan rajaynayo waqtigii ugu baahi badnayd Soomaaliya iyo Puntland inuu ku soo beegmo Cabdiraxmaan Xayir wararka telefishinka Sahal Cable Garowe moogta macmil in akoonka Safeina akoon oo kamida akoomada Salaam Bank aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud فضلاً جراح حدق سدّي سدّي دلّه حدق أكون كعبانجيا حدق لعكت أفرجيس سيفنا كون وأكون تدّجالا ومعمل كوكيت سان كرول عجيه سيفودد واحدنا كلب حكرتا أديجو تجا حرمها بانجيا أوكليا كوكيت سول عجها كون تدّجال إبانجيا السلام